بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي ندير معكم الأنشطة ديال التقويم والدعم الخاصة بالوحدة الخامسة اللي درنا فيها ثلاثة ديال المواضيع: الكهرومغناطيسية والطاقة وحركة الأجسام. اليوم غادي نديرو هاد الأنشطة ديال التقويم، تقويم المكتسبات، تقويم التوليفي، تقويم نهج التقصي، وكذلك الأنشطة الداعمة. يعني غادي نختبروا راسنا واش فهمنا ولا ما فهمناش. إذا نبدأ على بركة الله بتقويم المكتسبات، ثم تقويم التوليفي، ثم تقويم نهج التقصي، ثم أنشطة داعمة. إذا تقويم المكتسبات عندي نشاطين، نشاط هنا باللغة العربية وهنا نشاط باللغة الفرنسية. إذا نبدأ، أضع أمام كل عبارة صحيح أو خطأ. يعني هنا عندي مجموعة من العبارات، غادي ندير هنا إذا كانت صحيحة غادي نكتب صحيح، إذا كانت خاطئة نكتب خطأ. العبارة الأولى: يتجه القطب الشمالي لبوصلة حرة نحو الجنوب الجغرافي للأرض. إذا العكس، إذا هنايا هي عبارتان خاطئة، خطأ. صافي، يجذب القطب الشمالي لمغناطيس القطب الجنوبي لبوصلة. إذا هنايا صحيح، صحيح، القطب الشمالي ديال المغناطيس كيجر القطب الجنوبي ديال البوصلة. داكوغ. العبارة الثالثة: يحدث التيار الكهربائي مجالا مغناطيسيا جوار السلك الذي يعبره. صحيح، كيحدثنا واحد المجال المغناطيسي هو اللي كيسمح باش داك المشابك كيطلعوا في السلك. ينتج منوب الدراجة تيارا كهربائيا عند دوران المغناطيس بداخله. نعم، اذا المنوب ديال الدراجة اون فوا كيبدا يدور، كدور الاكرة، كيدور المغناطيس، كيعطينا هو تيار كهربائي الذي يمكن المصباح ديال الدراجة من الاشتعال. اذا صحيح. عبارة موالية: يحول المصباح الطاقة الكهربائية الى طاقة حركية. اذا المصباح كيحول لنا الطاقة الكهربائية لطاقة حركية. إذا هذه خطأ، لأن المصباح شنو كيكتسب؟ كيشد طاقة الكهربائية وكيعطينا طاقة ضوئية، صافي، كيعطينا طاقة ضوئية. إذا هنا خطأ. مزيان، يحول منوب الدراجة الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. هذه صحيح، نعم، إذا منوب الدراجة كيعطينا انطلاقا من الحركة، يعني انطلاقا من ديك الدوران كيعطينا طاقة كهربائية. العبارة الأخيرة: تحول المدفأة الكهربائية طاقة كهربائية إلى طاقة حرارية. صحيح، لماذا؟ لأن المكوات أو عفوا المدفأة الكهربائية شنو كتعطينا؟ كتعطينا حرارة انطلاقا من اكتسابها لكهرباء. صافي، جيد. دابا غندوزو النشاط الاثنان: لوسكان فار غيباسي فونكسيون، فار غيباسي هي المكوات. صافي، الميكوات. دونك منين كتخدم الميكوات عندنا جوج ديال الاسئله: كيل فورم دينيرجي كونسومتيل، شنو هو النوع ديال الطاقه اللي كتستهلك؟ النوع ديال الطاقه اللي كتستهلك هي لينيرجي الكتريك. الكتريك، دكور، لينيرجي الكتريك. كيل فورم دينيرجي برودويتيل، شنو هو النوع ديال الطاقه اللي كتنتج؟ نوع الطاقه اللي كتنتج هي لينيرجي انرجي تيرميك، حراريه، انرجي تيرميك، انرجي تيرميك. دونك سي فاسي، سي بيان. دابا سالينا تقويم المكتسبات، غادي ندوزو للتقويم التوليفي. تابعوا معايا. اذا التقويم التوليفي، لا بروميير كاستيون: جو رولي بار اون ليني لي كارت كونفينابل. دونك غادي نربط هاد لي كارت هادو معايش مع لي تيب دينيرجي. انرجي رينوفابل يعني الطاقه المتجدده، لينيرجي نون رينوفابل يعني الطاقه الغير متجدده. هنا عندي انرجي الكتريك، انرجي نوكليير، انرجي ايوليان، انرجي سولير، انرجي دي فاغ، انرجي فوسيل. سي بيان، انرجي سولير هي ديال الطاقه ديال الشمس، الطاقه الشمسيه، انرجي دي فاغ يعني الطاقه ديال الامواج، انرجي فوسيل طاقه صناعيه، انرجي الكتريك يعني كهربائيه، انرجي نوكليير، انرجي ايوليان اللي هي ديال الريح. مزيان، دابا نربطو انرجي رينوفابل، نمشيو نتسارعو على الانرجي رينوفابل. الانرجي رينوفابل هما اول حاجه ايوليان، ثم سولير، ثم دي فاغ. دونك هادوما ثلاثه، سو سون دي انرجي رينوفابل. دابا غندوزو لانرجي نون رينوفابل. عندي نوكليير، عندي كذلك الكتريك، ثم الانرجي فوسيل. صافي، دونك ثلاثه سو سون دي انرجي رينوفابل، انرجي سولير، دي فاغ اي ايوليان، اي 3 سو سون دي انرجي
non renouvelables, électrique, nucléaire et énergie fossile. Deux eaux maintenant nashat al mouali. Adaw alamat fi amam al jawab al sahih. Chadi ndir ghadi nwda' wahed al alama dial fi qdam jawab sahih. Ndi tlata ولا أربعة ديال الأسئلة، واحد اثنان ثلاثة أربعة. إذا السؤال الأول، يتكون المغناطيس الكهربائي من؟ ده المغناطيس الكهربائي احنا درنا عليه درس خاص في هذه الوحدة مسمي المغناطيس الكهربائي. إذا هذا المغناطيس الكهربائي يتكون، واش كيتكون من سلك موصل ولا من قضيب من حديد المطاوع ولا من سلك موصل وقضيب من الحديد المطاوع؟ أهو واضحة، من سلك موصل وقضيب من الحديد المطاوع. إذا هذه هي الإجابة الصحيحة. ندوزو سؤال موالي، تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية عندما؟ إذا الطاقة الكهربائية غادي تتحول لي إلى حرارة، يعني لينيرجي إلكتريك غتتحول لينيرجي تيرميك بحال اللي شفنا في المكواة. يمر تيار كهربائي في سلك موصل، تلتقط الألواح الشمسية أشعة الشمس، يدير بخار الماء عنفات المنوم. إذا هنا في السؤال إثنان يقول لك بأنه ملي كتحول لي الطاقة الكهربائية لطاقة حرارية، واش كيمر التيار الكهربائي في سلك موصل؟ ولا كتلتقط الالواح الشمسيه اشعه الشمس، ولا كيدير بخار الماء عنفات المنوب. اذا هذه خطا، لان اللي كيدور العنفات ديال المنوب هي الحركه. هنا كذلك خطا، لان كتلتقط الالواح الشمسيه اشعه الشمس يعني الطاقه الشمسيه وكتحولها الى طاقه كهربائيه. هنا يمر تيار كهربائي في سلك موصل. الجواب صحيح. السؤال الثالث، الجسم الساكن، يعني الجسم اللي ساكن واقف، الجسم الساكن لا يخضع لقوه. الجسم الساكن ما كيخضعش للقوه. ب يخضع لقوة واحدة، جيم يخضع لعدة قوى. لأن أول حاجة أي جسم، أي جسم كما كان راه كيخضع لقوة، هذه راه مستثنية مرة، يعني ما يمكنش تقول لي واحد الجسم ما كيخضعش لقوة. على الأقل على الأقل كيكون كيخضع للجاذبية ديالو اللي كتجذبو الأرض. ب يخضع لقوة واحدة، منين كنقولوا واحد الجسم يخضع لقوة واحدة يعني راه في حالة حركة، صافي، راه في حالة حركة، راه ماشي في حالة سكون. إذا هذه كذلك خطأ. إذا هنا جيم يخضع لعدة قوى، والإجابة صحيحة. السؤال الأربعة، الجسم المتحرك، يعني واحد الجسم يتحرك، واش يخضع لقوة؟ يخضع لقوة واحدة أو لا يخضع لقوة أو يخضع لعدة قوى؟ إذا عاد قلت هذا بأن الجسم المتحرك يخضع لقوة واحدة. إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة ب. سابيا، بندوزو باش نقوموا منهج التقصي. أنجزت زينب المغناطيس الكهربائي جانبه، انجزت هذا المغناطيس، ولاحظت أن المغناطيس الكهربائي لا يجذب الدبابيس، وافترضت أن العمود متلف. إذا جابت بطارية، عمود إلى غير ذلك، هنا سلك، ربطت هنا السلك بالقطب الأول ديال العمود، السلك الثاني بالقطب الثاني ديال العمود، ثم جابت مشابك هنا وشافت واش غادي يطلعوا في داك السلك. إذا ما طلعوش، وقالت يعني من بين الافتراضات اللي افترضت أن العمود متلف. ألف، هل افتراضها صحيح؟ وعلي جوابك. إذا احنا ما يمكنش نقولوا واش الافتراض صحيح ولا خطأ، ولكن افتراض معقول، افتراض معقول يمكن أن يأتي، يمكن أن يتناسب مع الصورة والوضعية، صافي. نعم، إذا نقول نعم لأن التيار الكهربائي لا يمر، لأن التيار الكهربائي لا يمر في المسمار، وبذلك لم يتم خلق مجال مغناطيسي، ما تمش خلق واحد المجال المغناطيسي اللي غادي يمكن لهذا المسمار انه يجذب ذاك المشابك، صافي. سؤال باء، هل يوجد افتراض او افتراضات اخرى؟ اذا كان الجواب بنعم احداهم، اذا توجد، نعم توجد افتراضات اخرى. داكو، نديرو افتراض، مثلا نفترض ان البطارية فارغة، مثلا افترض ان المسمار، ان المسمار ليس من حديد، افترض ان الدبابيس، داك الدبابيس هذوما دبابيس مالهم، ليست من حديد، من حديد مثلا الدبابيس يقدر يكونوا ديال الميكا. هذو افتراضات، صافي. جيب، كيف يمكن التحقق من فرضيتي؟ كيف اتحقق من فرضيتي؟ اذا كاينين بزاف ديال الطرق. نديرو الطريقه الاولى، هو انني نجيب واحد المصباح ونجرب، الى ضوى يعني هذا العمود راه ماشي متلف، الى ما ضواش يعني العمود متلف، صافي. اذا نتحقق باستعمال مصباح كهربائي، بحيث اذا اضاء المصباح نستنتج أن العمود غير متلف،
وإذا لم وضع المصباح نقول أن العمود متلف. صافي، دونك دابا سالي علينا الصفحة 67، غادي ندوزو للصفحة 68 باش نكملو التقويم ديالنا. إذا هنا هذا شبكة تقويم الأهداف التعلمية، هذه ما عمري ما كنديرها معكم لأنها خاصة بالتلميذ. إذا أنا قلت لكم كاينين ثلاثة ديال المواضيع عندنا في هذه الوحدة، عندنا الكهرومغناطيسية، عندنا الطاقة وحركة الأجسام. نتايا بناء على الأهداف هذوما غتشوف راسك واش متمكن منهم، مثلا أنك تميز قطبي المغناطيس، ولا مثلا أنك تعرف بعض أشكال الطاقة. إذا كنت غير متمكن غدير العلامة هنا، إذا كنت في طور التمكن يعني عاد غادي تتمكن هنا، متمكن هنا، مفهوم؟ دابا غادي ندوزو لآخر نشاط اللي هو كيخص الأنشطة الداعمة. إذا أكتب حرف في أمام الاقتراحات الصحيحة، غادي نكتب في أمام الاقتراح الصحيح يعني فغي، وحرف اف أمام الاقتراحات الخاطئة، وغادي نكتب حرف اف أمام الاقتراحات الخاطئة يعني فو. هنا اقتراحات، عندي مجموعة من الاقتراحات، عندي ستة هنايا وستة هنايا. الاقتراح الأول: يجذب المغناطيس الكهربائي الحديد. يجذب المغناطيس الكهربائي الحديد، احنا أصلا قلنا ضروري خصهم يكونوا داك المشابك من حديد باش يتم الجذب ديالهم. إذا هنايا فغي. العبارة الموالية والاقتراح الموالي: يحدث التيار الكهربائي مجالا مغناطيسيا. إذا ضروري ما يحدث لنا واحد المجال المغناطيسي هو اللي غادي يساعد في انجذاب المشابك. فغي. يحول المنوب الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية. هذه خطأ، علاش؟ لأن المنوب كيتحول لنا الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. الطاقة الكهربائية طاقة متجددة. واش بصح الطاقة الكهربائية هي طاقة متجددة؟ لا، خطأ، هي ليست من الطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة نظيفة وغير مكلفة. إذا الطاقات المتجددة راها نظيفة، احنا كنعرفوها، لأن مثلا الرياح نظيفة، السدود نظيفة كذلك، الشمس كذلك. إذا فغي. غاز البوتان مصدر للطاقة المتجددة. خطأ، هو ليس مصدر للطاقة المتجددة، بل بالعكس هو مصدر للطاقة الغير متجددة. دوزو الاقتراحات اللي كاينين هنايا: لا يتغير موضع الجسم الساكن. نعم، ما كيتغيرش. إذا فغي. كل جسم يخضع لقوة واحدة يكون ساكنا، بل بالعكس كل جسم يخضع لقوة واحدة يكون متحركا. إذا هذه خطأ. تزداد مدة تأرجح النواة البسيط مع طول الخيط. إذا كل ما كان الطول ديال الخيط يعني كيتزاد، كل ما كانت مدة التأرجح كتزاد. نفغي. تقل مدة تأرجح النواة البسيط عند زيادة طول الخيط. مدة ديال التأرجح إلا زدنا طول الخيط غادي تزاد، ماشي غادي تنقص. إذا فوق. لا تتغير مدة تأرجح النواة البسيط مع طول الخيط. إذا هنا خطأ، علاش؟ لأنك تغير، إذا كان طويل مدة الترجح كتكون طويلة، إذا كان قصير مدة الترجح كتكون قصيرة. والاقتراح الأخير: تتعلق مدة ترجح النواة البسيط بكتلته. خطأ، علاش؟ لأن مدة ترجح النواة البسيط كتتعلق بالطول ديال الخيط، ما كتعلقش بالكتلة ديالو. حنا شفنا في واحد النشاط ملي كنا كندرسو هذا الدرس هذايا، شفنا واحد النشاط بأنه واخا درنا الكتل مختلفة كانت عندنا نفس مدة الترجح، ولكن منين درنا طول ديال الخيط مختلف كانت عندنا مدة تأرجح مختلفة ما بين الحالتين، مفهوم؟ إذا بهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم، وغادي نكونوا كملنا الوحدة الخامسة اللي كانت كتعلق بثلاثة ديال المواضيع: الكهرومغناطيسية، الطاقة، وحركة الأجسام. ألقاكم في فيديو آخر إن شاء الله. كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقوا وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.